مش فيك مروح بكري؟ شنيا في يدك؟ فيش في يدي؟ وين؟ في؟ ذي الواحد نتاع ولد الوزير، ذي ولد الوزير. وش يعمل عندك؟ أنا ما خاطر الوزير يخدم على روحه ومرته لهي بالمواطنين، قال لي ولدي أمانة بين يديك خليه عندي. وأنت شي مدخل؟ أنا ما حبيت نخليه عندي. ودي ولد شكون؟ ولد الوزير. اخطفته؟ ما خير. راني ما نجمش نصيح، راني ترعب بالصغير. ما خطفتوش. سرقته؟ ما سرقت. ولدك هذايا جبته في الحرام؟ لا حرام. لا امي والله يا ربي ولا امي. يهلكك ربي يهلكك يهلكك يهلكك. مهلوك بطبيعتي يعني. ولد شكون؟ والله يا امي ولد يا ربي. ولد شكون؟ والله ولد الوزير، ولد الوزير وكنت تموت في الوزير. يا ربي. انت ولد وزير؟ ايش مال ولدي عندي ما نحكيلكيش. ايش خويش؟ يا مامي. ولد الوزير، باش نحكي معاك شوي. جاه ربي يسمعني. في الحومه متاعنا عندنا ناس التوا ما تخلهمش الماء. هاو كي انت بعد 30 ويلا 40 سنه تخليهم الماء. أول الوزير مناش طالبين حاجات كبير. عندنا وليد هنا في العوم ماخذين الدكتوراه ومش ميخدموا. هاو كنت بعد 30 ولا 40 سنة دبر لهم خدام. عمك مسعود عمره 79 سنة وما عندوش كرني تاع دواء. هاو كنت بعد 30 ولا 40 سنة بالله يدبر لها كرني. أول الوزير ماشي نكور. وهك انت بعد 30 ولا 40 سنة بالله اعمل ليهم تيران باش هك الذري ما تهملش. يا زينو يا زينو يا ولد الوزير. 3 4 1 انا من بعد ما توفى جلولك في الدموع تفيه قولي ايه السرحة اليمي من ما عادش انتيك. انا ضاقت بيا يما ملقيتش كيف ازدرحني فكرهم بوجودك تكثر عليك الكلام وشهور وسنين خلتني عيني مليان ظلام. عرفت حقيقة الدنيا خلتني ديما حرام. نتمنى نشوفك لحظة ما جيتني حتى في النام. هاني جايك في اليقظة. عمر رمان رمان عمر ليلي رمان رمان يقرأ في اليوتيود يقرأ في اليوتيود يقرأ في اليوتيود. عمر يا هيك يا أخي شبيه طفل شافك يا بابا سعد. ما هو أنا خاله المرحوم. سي المنصف. وي تفضل. شكون سي فلومة؟ تفضل سي فلومة. أنا سي فلومة. إي أنت عندك برشا سي فلومة ماكش فايق بروح. تفضل سي فلومة. عايش. تفضل ارتاح، تفضل ارتاح. نقعد. هي ما تتربع، تقعد. الله ربي يخليك يا سي المنصف. مبجل المكرم. عايش يا سي المنصف. تفضل سي فلومة، مرحبا بيك. عايش. مرحبا بخويا الغالي. ما عادش نحب نسمعها سي المنصف هذا. سي المنصف هذه ما عادش نحب نسمعها. خويا المنصف، أنا خوك المنصف. أنت خويا؟ إي خوك المنصف. لا محليك محليك خويا المنصف. عايشك. بالله خويا المنصف حكيت بيك في حاجة جيت باش نعتذر منك. أنا؟ على خاطرني جيت مأخر. لا لا ما جيتش مأخر سيدي. لا أنا ديما نجي مأخر برشا خدامة تجي مأخر احنا. ما جيتش مأخر أنت. ثم ظروف خلاتك باش جيت لكن ما عندكش حق باش تقول جيت مأخر. تملي الوالدة مريضة يا أخي. لا أمي مش مريضة لبس عليها أنت خليتها تعرف البومبة أنا أمي ماشية تكور هزت كاسكروت دابوزة من ثلج. مريضة الوالدة سيدي. أنا عارفك وتعرف أكثر مني.
شنو الهضره دي؟ دايما انت قلت ماني انت صح سي المنصف. يا ودي هزيتهاش لكلينيك، داويتهاش لحنينها راهي. منين؟ ما عندناش فلوس احنا، ما عندناش فلوس، ظروفي تعبوا منين باش نهز الكلينيك. هكا خوك المنصف موجود وانت ما عندكش باش تداوي الوالده. يا ودي اتق الله، هي جاني، هي جا سك سك. اي بابا باش تعمل؟ انت تو باش تسك سك. اي بابا دواها دواها هذيك يا ولدي كي تدعي بيك هذيك الوالده تتسمى ربي يخليك ربي يشفيها. سك سك خويا ديانا هذا الكل هيك صيك هذاك ليك انت. ربي يفضلك وربي يخليك وربي يخليك لينا سي منصف. هكاك نحبك تبدا تدعي لين توصل للرومبوان. يعطيك الصحة بارك الله فيك. ليه سي منصف؟ نعم سامحني. لا لا فتاش كل وقت بدأ الصك مسايب اليوم وانت زاهد لك في النوار. نعم باش نحكي لك يعني عندي مشكلة صغيرة في الكونيكسيون في فاتورة الضوء والماء والتليفون. الله يجعلني خسين خلاص له حل بتاع واحد من العائلة. مدام الخلاص مدام الخلاص بتاع هذوما فما حتى مشكلة. سك 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 باش تسك السك الثاني تخلص به أمورك كل. تقعدش متداين وأنا موجود. أنا شكون؟ أنت خويا المنصف. صحي أي بابا ربي يخليك خويا المنصف. سك خويا السك الثاني. يعطيك الصح. اش قولك؟ الله يسكر هي بيد هذه. تروح كيف فرحان؟ ربي يخليك. يرحم والديك، يخليك ما نقلقكش توخا. تعرفش كيفاه سي منصف؟ لا ما نعرفش. قدامه السك مسيب ونهار السك اليوم. علاش ما تدزش يعني فاسك وتركح الامور نتاع اختي؟ لا، ترى نتغش عليك يا فلومه. نتغشش عليك يا سي فلومه كي تقول اختي. قول اختنا. مدام اختنا نعم اختنا قادمه على عرس يعني ما عندهاش زياز يعني كانت سك سكتين ثلاثه هكا وتخدم. شنو ناقصه؟ شنو ناقصه؟ شنو ناقصه؟ نعاونوها ناقصه حويجه خفيفه نعاونوها. حاجه بسيطه برشا. ايش بيه؟ تفضل. ناقصها بيت النوم. ايش بيه؟ وناقصها بيت الصاله. ايه والتابييت ماكينه صابون. فهمتك. ماكينه اللي ترحي الغله. ها باش نرحيك. وناقصها يعني مخادة بالريش خاطر اختي تحب مخادة بالريش. بريش ناقصنا الرخام يعني الرخام كانت نجم تقد لنا الدار تبدل هنا رخام. رخام تالا رخام تالك ولا بارتيرك اللي فيه الوان ودنيا. سي فلومه هذوما الكل باش تاخذهم معناها في صك واحد والصك هذا معناها تتسلم وانت توا في الكوروندير لبرا في الهواء الطلق. اه مش لنا باش تعطيني الصك. لا 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 لا, لا. باش تصك الصك الكبير هذوك موحدنا. اما الاخرين باش تاخذهم انت أنا على أسس متينة. بعد خليك. تفضل معايا يا سي فلومة. بلا وصي جماعتك يجيبوا لي كاس جو. تهنى. فيسع قول لهم يجيبوا لي كاس واعمل قهوة كان تحب. ساش ساش ساش. مش بكرافات شوية يهم الروح كم شوية يهم الروح. بارك الله فيك. عايش. الهمة ما عندكش أصلا. أما تفضل معايا. عايش. سك سكك خويا. عايش. ويجيك الرخام يخلط عليكم. عايش. وأنت مباشر مكرم. وتسك السك معناها باش نسكك. بلا تشري لي بلاي سانك. امشي تو نوريك. مناتيت خذي اربع مناتيت باش كان تهلكو زوز نستعمل الزوز الاخرين والرخام بربي نحبو الرخام اللي باللق يلق لقان هذاك بزايد لقم تاع اسبانيا تاع اسبانيا وي باللق به بزايد لقان بلا بروبو. ايوا وين تبانك منيسف انا قهوه انت تقعد هيدي شي زي مركاكه شبيك يزي بالبلاد قالوا في مصر وين تقعد انا قهوه تقلبت تقلبت مانيش لك انا لو انا بصبع باش تقلب هزي شي كان هالسكوك زوز حرك. انا نعطيك السكوكة ذوما باش تعطيني الصك الكبير واه اي باش نعطيك صك كبير يتحط في صك هذا كبير برشا هو بزايد اي طير من قدامي تمشي تنظف اللاك تهزو ملاك معاك طير مراكو مكينة ترحي الغل ها باش نرحيك انا تنوريك الغله كيفاش عامل لي فيها شعر وقوليت ومرايات كاكا فهمتي وهره الله العظيم يا ربي ايش بيك مهبط الهم عندك ساعتين بعدين قاعد عامل هكا متكمش تقول حلزونه ايش بيك بالله اخطاني برصبك اخطاني شبيك اصلي يا دي فاتت انا فاتت مشيت لك المنصف اليوم فرحت اعطاني هكا صك ودرشنايه باش قلت تحسن اموري وبعد صك جمله واحده قال لي هاتهم لهنا هات السكوك هات السكوك لهنا يصدقني فرحت انا في بالي باش نركح هكا الدنيا وعندهم وين ماشي مش نصرف حاجات طلع يكذب قديش هو جيعان ليه جاك جديد المنصف تعرفوش وش بيك انت عامل جو دنيا خيش عندك اليوم قل والله واحد قل والله واحد التونسي راك عامل جو وش بيك عامل جو وش بيك نق فيه نق فيه خليت يحبين هالبلاصه الاحرف هذي
لا وانت خويا ما نخبيش عليك. عندي عشاء مع البتس. اي باش تنزلها شويه صلامي. شكون؟ القطوسه. مش قلتش قبل القطوسه ماشي لها ديك فارغ مع الصلامي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه. اخي انت ماناش تركيبتك بالضبط، خاطر امك واختك لاباس عليهم. انت نحسك جينيتيك مو ماكش شبحهم، نحسك مشتل على حمار وحشي ودندونه. دندونه فكرتي بحكايه الدندون. اقرا معايا طفل اسمه نبيل. اش دخل الدندونه في حكايتك انت؟ بو نبيل عنده ضحكه كي الدندونه، اقسم بالله مره قاعده قاعدينها كلاس كامل الدنيا كل ساكته وعمل لك ضحك عمل قلنا صوتو كالدندون. المعلم يسخيلني انا، المعلم مش قال لي يهز دبش يهز دبشك وعندك طرد بنار. طرت بنار انا عرفتها. لا عود عود مش نورمال. عرفتها نتفكرها مش عاد مخرجت من الليسي مروح نخمم قلت يا بابا باش يركح فيا بالصراف. هادي انا ناخذ نظاري وقتلني بطريعه بابا. نهارتها مروح قلت باش يقتلني بابا بالصراف. مروح في الثنيه نهارتها مطرد صب ختين من السمايه نتفكرها. وصوت الدندون تاع نبيل نبيل في ودنايا صوت تاع الدندون. وصوت قدام باب الدار يا دي نلقاهم حظبه مش نورمال. نلقى كراسي ودنيا جيران هكا قدام باب الدار. قلت هذا يا بابا شنح الجيران جو باش يحزوا علي في الظهيل. حصيل وانا دخلت عرضتني يا سي اختي تبكي تعمل لي بوك بوك. دونا بتاع نبيل. صد الدم دونا بتاع نبيل.